سيداتي وسادتي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفاصل الموسيقي، وعودة مرة أخرى إلى برنامجكم أسرار العاشقين. معنا الدكتور سي عبد الصادق، مرحبا بك. شكرا شكرا، مرحبا وشكرا على الاستضافة. الدكتور اليوم غادي يقدم لنا بعض النصائح حول الحياة الزوجية، لك الكلمة دكتور. أول نقطة مهمة في الزواج هي الثقة في الشريك ديالك. القيام بعض الأشياء اللي كتكون ممتعة دائما يمكن هي تساهم في هذه السعادة ديال هذا الزواج. إنسان يخرج يطريد، إنسان يخرج مع بعضه ياخذ قهوة، يخرج يضحك، يسافر، الإنسان يكون مهذب كذلك مع الشريك ديالو في حياته، ويستخدم عبارات جميلة، شكرا، الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وكنبغيك، كنحبك، كنموت عليك. بعض المرات ذاك الأشياء التافهة يمكن تخلق مشكل، فإلا كان الزواج قوي بما فيه الكفاية غيتمكنوا دائما الأزواج باش يوقفوا ويتحداوا جميع الصعوبات اللي كيتلقاوها في حياتهم. الحياة ماشي سهلة، والابتسامة مع الشريك ديالك ما غتطلب منك والو، مجهود بسيط، ضحيكة، وكل شيء كيدوز مزيان. ونتمنى أننا نكون خفيف عليكم، ونتمنى أن هذا التدخل البسيط تكونوا استفدتوا منه. الله يوفقكم. ألو عمتي، عندي لك واحد الخبر زوينة. اي والله يسمعنا خير. حميد راجلي هيك ما تزوج عليك؟ لا، رقاوه في الخدمه. يا مبروك. الله يبارك فيك. واش زادوه في الفلوس ولا غير قنطروا عليه الخدمه وصافي؟ زادوه في الفلوس، وعطاو له الدار والطوموبيل، ولا هو كيتحكم في كل شيء. طوموبيل؟ ايه، طوموبيل وفلوس ديال المازوت. واحسن حاجه هي غادي نمشي نسكن في الرباط. انا غادي نطير بالفرحه عمتي، غنطير. راكي غدا غير طيري وبلا فرحه. كيفاش؟ واش عرفتي شنو هي؟ راجل عنده طوموبيل دي مع عامره بالمازوت في مدينه كبيره، عامره بالحمام. علاش عمتي الرباط عامره بالحمام؟ لا، عامره بالحجل. واتفاقي غدا تطرطقي ليا مرارتي. دابا عمتي علاش كتقول لي هاد الهضره؟ سوليني انا على الرباط، كندوز عليها ملي كنجي من فرنسا، وعارفه مزيان ديك المدينه باش عامره. دابا عمتي قول لي، واش الرباط عامره بالحجله ولا بالحمام؟ غدا نخرج ليك من التليفون، وتي سمعي مزيان وحلي ودنيك. فاطمه اري نعاونك. والله حتى نعاونك. ما كاين مشكل. كي دايره انت؟ لاباس؟ واحد مصطفى لاباس عليه؟ كاين في الدار؟ مصطفى فاش يجي سلمي عليه. الله يعاونك. صح.
قولي بسم الله. والله ما كرهت نعطيك كثر. الله يعاونك. اهلا. ياك وكدا تديرو؟ اجي واشو هاكي انتي هادي وهاكي انتي هادو، ولكن ما تكتروش اللعب، خصكم تمشيو تقراو. ها بابو شعيب، راه الدومون ديال الولد راه جاب الله تيسير. خويا عبد الرزاق، حنان والله حبيبه فاش نكون في الخدمه لا تنبقى نتسنى غير وقتاش نسالي باش نجي نشوفك، تيكون فيا الجوع ما تنبغيش ناكل حتى ناكل من يدك. حتى انا وجدت لك شي حاجه كتعجبك. الله يخطيك عليا، حتى انا غنموت بالجوع. تعجبني الكفته بهذه الطريقه. حبيبه كولي. حميد دابا فاش غيعطيو لك الطوموبيله غتكون عامره ياك؟ كيفاش عامره؟ بغيت نقول عامره بالمازوت. انا ما عرفتش واش مازوت ولا ليسانس، المهم غيعطيوني الفلوس وانا اللي غنتكلف. دابا فاش غتكون عندك عامره بالمازوت غتبقى تدور في الرباط؟ دابا نشرح لك شويه. انا في الخدمه عندنا غيعطيوني واحد البيرو غير ديالي انا بوحدي، غيبقاو يجيو عندي الكليان، مره غنتلاقاهم تما، مره غنتلاقاهم في شي قهوه، مره في شي ريستوران، كل مره وفين. وهاد البلايص كلهم عامرين. الحبيبه ديالي راه الرباط كامل عامر. عامره. عمتي قالت لي عامره بالحمام، والله حتى قالتها لي. جاتك الودايه زينه بزاف، ولكن ما تتبعيش متصاور. تسني غنزيدك نصورك. تسني تسني. هي لا 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 ارى ارى هاك صورني يا لا صورني انا بحالي. انا لالا، كي جاتك التركيله؟ عجبتني بزاف حديدي واخا عامره، وسبحان الله شحال وحنا هنا مازال ما بغاو يتسالوا بلايص منا، وباقي غنديك البلايص اخرين ان شاء الله. بصح شكرا حبيبي بزاف. سلام سعدون. على سلامتكم لالا هنان. الطاكسيات ديال كازا. الطاكسيات ديال كازا شتي ديك العماره اللي هي بيضاء من موراها غتلقاي الطاكسيات واقفين. ومتاكد غنلقاهم تما؟ لا غتلقاهم تما، شادين لك التعارج والبنادر وكيقولوا لك مرحبا يا لالا مرحبا بكازا. واش ما حشمتيش؟ فوتيني انا وزدتي عاد راجلي وشتيني بالمسطاج. والله يعطينا سهركم، وانتم فين كيكونوا عينيكم فاش كتكونوا كتختاروا؟ كانوا كيشوفوا في لالاتك يا راس ديال العزابه. والله واش تنعزف بك بيت النعاس؟ حنان يهديك الله من هاد الغيره الزايده. انت غشتيها وشتي ديك الشناجل وتتقلبوا لك عينيك. والله ما كنت نشوف شي تشناش ولا شي، كنت نشوف ليها انا في عينيها وفي عينيها وكتقولها ليا في وجهي.
وجهي. وتنقول لعمتي اصبر السي حميد، العيالات هما اش غادي نقول انا؟ خلاتني المره ورجعت للبلاد، قالت لي كباها لاباس عليه تما، وما راضيش تعيش مع واحد حاضر العماره، حاضر الداخله والخارجه. رجعتو بكري شويه اليوم لا؟ انت مزيان؟ مزيان السي حميد. حنان حنان لا قول اش باتك حيت كدور فيا عليها. حنان يهديك الله والله ما عجبتك. لا عجبتك عجبتك والله ما عجبتني حنان. حنان شوفي النهار دوزناه زوين وخرجتك وساريت الكرباط وتغدينا وشريت الكلاكلاص، هادشي كامل على ود مرا سولتني. شوف حبيب ديالي، قد ما انا كنت فرحانه نجي نسكن في هاد المدينه، قد ما انا خايفه. عرفتي علاش؟ علاش؟ حيت راها عامره. حنان عرفت الرباط عامره، ولكن حنان دابا حنا ولفنا مدينه صغيره، فاش جينا لمدينه كبيره عادي شويه بشويه غنولفوها غيولي كلشي تيبان لينا عادي. حنان يهديك الله. نحلف عليه الا طشطش المره الرابعه دابا. ودي لا حول ولا قوه. يا يا باغي نحرق. شنو هو؟ عاود اش قلتي؟ جديد هادي. بقى عندي ما يدار، باغي نحرق. وفين باغي تمشي بالسلامه؟ طاليان؟ لا لا لا. فرنسا؟ لا لا لا. الالمان؟ لا. وفين باغي تمشي انت بسلام؟ باغي نمشي للخارج. مي با زوزوزو زوزوزو مي با زوزوزو زوزوزو مي با ارتاكوس ميام 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 مي با زوزوزو. بالصحة. ما عندك الصحة. يلا انت عشا ودغيا تابعني واحد الخدمة مبرسطاني غيتا معولة عليا. حميد ما شتيش راسك ملي جينا الرباط وانت غيتا دارت غيتا فعلت غيتا تركت غيتا وقفت غيتا مرضت زدتي فاولة؟ يهديك الله حنان. واخا علاش ملي كنا لهيه ما عمرك جبتي لي الهضره على شي خدمه ولا على شي واحد في الخدمه؟ ملي جيتي لهنا وانت غيتا 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 حنان تغيتا راه راني تنخدم معاها. حيدي الغطا ديال الطاجين وخلينا نتعشاو على خاطرنا. قول غيتا ديجا عشيك. قولي بسم الله. شريتي لها حبيبه ديالي. زوينه واخا هي قويه بزاف. الرباط كلها غتشمك. حبيبه الخدمه ديالي جديده، تنتلاقى مع الناس، ما بغيتينيش نمشي مكرفس عندهم. هو جيتي زوين بالحقيقه، جيتي بوكوس. تبارك الله عليك، خفتي قوصوا عليك. صافي بركه من المرايه. قولي لي شنو بغيتي نوجد لك اليوم؟ فاش؟ في الغدا. لا لا ما تهزيش الهم، انا غنتغدى مع غيتا. راه ماشي شي غدا، راه نتغداو غير بالمحلابه وواقفين كاع، وغيكونوا معانا كاع شي موظفين. نتغداو دغيا وغنمشيو. تمتي معايا ما تنساش. يلا الله يعاونك. غيتا محلابه. Thank you.
من بعد الاجتماعات ديال الاداره تقريبا قربنا نوصلوا للهدف ديالنا وبغيناكم تزيدوا تصبروا معنا اكثر باش نوصلوا للهدف اي سي سان اوتر اوبجيكتيف كنظن كلشي واضح وباين ودابا بغيتكم توريو ليا شنو وجدتوا للمرحله القادمه سي حميد صافا صافا انا مدام غيتا دابا هذه لا استراتيجي اللي خدمت عليها على 2 mois ها لو موا الاول كتشوفي ومن بعد غنون فا باسي الدوزيام موا و ابري نوجد لك لا استراتيجي ديال اللي غنديروا من بعد اوكي حبيبه مساء الخير كي تعطلتي تعطلت في الخدمه شتك ولفتي عاد قديمة تعطل حنان يهديك الله صبري عليا غير نترسم وغيكون عندي بزاف ديال الوقت باش نجلس معك اسيدي انا ما بغيت لا ترقيه لا ترسيمات انا بغيت نرجع لمدينتي وانتي زعما الرباط عجباتك فيك الجوع لا راه تعشيت مع غيتا وكانوا معايا الخدامه الاخرين وحق الله الا كانوا معايا الخدامه الاخرين صافي حبيبه سيري سخني العشاء نتعشى وانا وياك راه نقبت غير شويه صافي انا تنتسناك وي مدام غيتا لا لا ما تخافيش غنوجدهم اي هي لا غدا نجي عندك في نفس البلاصه اللي تلاقينا فيها المره اللي فاتت عقلت عليها غيكونوا معنا حتى لدوك الخدامه اللي معنا داك اللي غليظ واللي ما غليظش يا مدام غيتا غنشرح لك مدام غيتا من بعد وحق الله يلا الله يعاونك مدام غيتا حبيبه سخني العشاء انا وجدت لك الفطور غير تفطر معايا بلا ما تعدي براسك كنفطر في الخدمه مع غيتا وجوج ديال الناس ولا ثلاثه واحد غليظ وواحد ما غليظ ثالث حنان دابا انا وليت رئيس مصلحه وباقي غير تجربوني خليني نبين على الكفاءه ديالي باش نترسم ياك عجبك الرباط والغدا الا جاك الجوع غير كولين نقدر نبقى تما عندي الخدمه بزاف والعشاء انا مزروب تعطلت مدام غيتا انا وجدت لك درت لك كاع الشركات اللي كاينين في لو موند اونتي ونحاول ما امكن وي هنا في لاميريك دو سود راه عندنا 23 شركه اللي غاديين معاها في التعامل مزيان
ولكن خاصنا نفتحو على السوق الافريقيه، هي اللي فيها الخدمه دابا بزاف. في لوروب راه ديجا عندنا شركات اللي تنتعاملوا معاهم، غير خصنا عاوتاني نبدلوا الطريقه ديال التعامل معاهم. برافو حميد، خاصكم تشوفوا الخدمه اللي عمل حميد، فريمون توب. حميد عافاك، شرح لهم داكشي اللي درتي. يلا شرح لينا تفضل سي حميد. يلا عمل داكشي اللي عملتي، ورينا الاجازات ديالك سي حميد. فازي يلا سي حميد، اتينا ما عندك. الو عمتي. الو حنان، ياك لاباس؟ مالي والو عمتي. حميد صافي، حميد مشى. مات وقتاش مات؟ الله يرحمه. الله يحفظ عمتي، ما ماتش حميد. حميد صافي، ياك لاباس؟ حميد واقيلا كيخوني عمتي. كيخونك؟ ما تقطعيش، انا جايه من فرنسا. محني اخويا، ما غتهبطش نزل ليا لي فاليز. عرفتي حنا في فرنسا غير كيوقف الطاكسي كناخذ وقتنا وراحتنا، وكينزلوا لي فاليز بالعقل، ومول الطاكسي كيبقى غير مبتسم هكا. انا قلت لك غنشكي بك البوليس، غنقول لهم كتحرق الدور حمر وكتحرش بيا، كتقول لي انت غزاله كي جيتك. وليدة على سلامتك. وليدة هي امك، جرى دوك البالز وتبعني. انا جيت لينا ديالي، النونة ديالي تأنت. الله يرضي عليك. هما الباليزات طالعين. توحشتك عمتي، مرحبا والف مرحبا. بلاتي هاجي هاد جبتهم من الدار القديمه ياك. توحشتك عمتي، توحشتك بزاف. الخير والربح، تبارك الله. غزال في الحقيقه، غزال كاع متقنطي دابا. لا هنا كبيره وعامره. عامره بلاتي بل بيع البولز عندك عامري بالحجر ماشي الحوايج. ايوا سلحه فرنسا هي هاتك. هاك شكرا. 10 دراهم؟ لا بلاش، هذا سي حميد ولا لحنان ديالنا، والضيوف ديالهم حتى هما ديالنا، حشومه ناخذ عندك غير 10 دراهم. ايوا ميرسي على المحل. شكرا يا مصطفى. كلشي مستف وكلشي في بلاصته. صلاه النبي عليك يا بنت خويا. هاي انت اش كدير في الفوق؟ أنا ملي كنتي طالع باغي تخرج عليا، باغي تقطع لي رزقي وانت دوي عند ملي كنتي. والله هذيك تعدونا بشويه عليك، واحد السيده جات من فرنسا عند سي حميد ولا لحنان. اشنو باقا ميكتا من فرنسا؟ شنو سميتها؟ فين خدامه؟ خدامه ما خدامهش، مزوجه مطلقه؟ شوف اذا كان ميت ليها الراجل غادي يكون احسن.
ودوي صاحبي دوي وتنبرق ليا عينك دوي بشويه عليك ها سعدو الله يهديك السيده راه ساكنه في فرنسا وانت باغي تمشي للخارج اش جاب شي لشي قال لك فرنسا شوش من ساعه ومازال ما جا نهار كله هو في الزنقه قبلتي تدخل شوفوا شنو واقع الحمد لله كتشوفي كل شيء بعينك صبر قبلتي علي هلا لاله فاطمه على السلامه زارتنا البركه الله يسلمك مرحبا بك في الدار الجديدة يلا وصلتي دابا كون غير قلتيها لي كون جيت جبتك محال حيت انت باين ما عندكش الوقت كاين شي راجل كيخلي مراته حتى لهاد الساعة ما دخلش لدارو والله الا غير الخدمة راه كلشي على عينيها تأكد الخدمة ولا الناس ديال الرباط والضوات ديال الشوارع كيتلفوك باش تجي لدارك لعند مراتك كتمشي شي دار اخرى ولا بد ماشي غير الضواو حتى العمر هي متلفاه ايه هذيك الله حنان انت راكي عارفه الخدمه عندي مزيره من هادي لهادي صبري عليا غير شويه غير ندير بلاصتي وغنبقى نجلس معاك بزاف ديال الوقت احنا غنشوفوا السي حامد ولي سخني راجلك العشاء صافي ما نتعشى يلا تعشيت مع غيتا ها لا ماشي زعما كنت انا وغيتا وكانوا معنا جوج الموظفين واحد غليظ شويه معنا وواحد ما غليظش ما ماشي شي عشاء ولا شي حاجه نقبت غير واحد شويه حنان ما عندي شي الريحه اش هادشي جلسي باين حميد عنده شي وحده في حياته جالس كيكذب عليا وكيقول لي ديما مشغول غنوري فاطمه ديال فرنسا علاش كاده ياك جاي كيبوس لي الدين والرجلين باش نجوجك ليه بالله تالك حميميت ما سميتوش حميمد عمتي سميتو حميد شي خنقني عمتي شت خاصها الدار تبخر باش نجريو على الشياطين شت هذا غير البلان الاول عمتي غير بدل هاد البلانات ديالك ما مسلكينش شوف لي شي بلان اخر هادشي بزاف خاصك تبخري باش حميد يرجع تعيا الدور حميميت وخا تقطع سبع بحور عمتي حميد 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 قهرتيني عمتي نوضي نوضي تبخري يلا زيدي زيدي مانقدش غادي نموت سي حميد حنا مازال بعاد على تحقيق الاهداف ديال الشركه متفق معك مدام غيتا فاش درت دراسه للوضع ديال الشركه حتينا عندي نفس الملاحظات باقي معطلين بزاف على داكشي اللي خاصنا نكونوا حققناه وانت هو المسؤول التجاري انا لاحظت الخدمه ديالك تبارك الله عليك واحد الانسان دقيق في المواعيد ديالك وعلى ما كيبان ليا كتبغي خدمتك وباغي تمشي معنا بعيد في هاد الشركه انا اللي حشمنا ولكن ماشي انا غير بوحدي في هاد الشركه كاينين ناس وحدين اخرين اللي خاصهم يقرروا يعني بوحدي ما نقدر ندير والو سي حميد فين غادي انا باقي ما كملت هضرتي حميد يا ولد زهرة دور ترجع لحنان اديري النية الا بغيتي غرضك يتقضى وانتي معصبة على شي شوية ديال البخور واش انا شادة الطيارة من فرنسا حتى لافريك قالت نسقسي ونسول حتى طعت على الفقيه
قالوا لي خدمته دقه بطله، البركه ديالو اكثر من هادو اللي هنا. تديري النيه وما تخافيش، ها هو الحجاب اللي صايب ليا. عرفتي اش غديري بيه؟ غتخلي حميمي حتى ينعس وتعطيني الصور ديال الطوموبيل. غادي نديرو ليا تحت الطابيه. علاش الطوموبيله بالضبط؟ باش غير يطلع الطوموبيل ويكسيري ما يتلفتش، يحيى يدور غايجي يقلب عليك. اولي عمتي دابا يبقى يكسيري حتى يدير شي كسيد الله يحفظ. تي قلت لك ديري النيه وما تخافيش، فاطمه ديال فرنسا هادي. عليكم السلام. راه نعاونك سي حميد. لا 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 بلا ما تعذب راسك سي حميد. انظر هذيك السيده اللي جات عندكم من فرنسا، واش مرتاحه شويه؟ الحمد لله. هي لاباس عليها؟ لاباس عليها. لاباس عليها؟ واش لاباس عليها زعما واش عندها شي فلوس شي عمر مرفحة؟ عمتي عمتي اش كاين؟ حميد جا. ويلا جا شنو دايرين كاع؟ ويلا جا من الريحة. انت ديما مخلوعة تبتي. ياك لاباس؟ لا لا والو، غير كنا كندويو انا وعمتي وقلنا نبقاو في الدار كاسي قلنا نخرجوا. الوالدة اش كديري تما؟ الوالدة هي امك، طيرتيها مني خلعيا الهم. اش كندير هنا؟ كنطلع على الطوموبيله ديال حميد راجل حنان بنت خويا، فيها شي عيب؟ اي فيها شي عيب، هذا شغلي يا لالا. وزيدون ملي مخلوعه بحال هكا باينه دايره شي حاجه ما مزياناش. شنو هي الحاجه اللي ما مزياناش اللي ممكن مرا بحالي تقدر ديرها في شي طوموبيل؟ عطى الله ما يدار لالا. تقدري ديري ليه شي حشيش تغبري ليه الشقف، تقدري ديري ليه شي حاجه مسروقه، شي قنبوله، شي حجاب فيه حنتاته ومنتاته. عطى الله ما يدار وظاهر على وجهك دايره شي حاجه ما مزياناش. انا غنقول هذا السي حميد. الحميد؟ لا لا واه لا واه ولدي، شوف انت ما فاهم والو. شتي حنا الناس ديال فرنسا فينا شويه ديال الهبال، خاصنا نهبطوا نشوفوا الطوموبيله واش هي هذيك، الفران ما مقطوعش نقيه ما خاصهاش شي تصبينه، هذا ما كان. وانت باين فيك ظريف، عرفتي اش غايشتيك منيح؟ غندور معاك غنعطيك 10 ديال الدراهم. انا كنتقهوى ب 200 درهم، طلعيها دغيا ولا غادي نجمع عليك الجوقه ويجي نسيبك. و 200 درهم قيمتها 20 في فرنسا. وتي راه ما رابح معاك فيها والو، راس مالها هكاك. دير معايا التاويل، صلدي معايا الله يعطيك رضا، غنعطيك 100 درهم. اش قلتي؟ غنحسب حتى لثلاثه. 100 درهم وميمتك، ماشي مشكل. أنا مساعوك حنان. ما بانولك الصوارت، كنت جالس هنا. الصوارت؟ أين الصوارت؟ الصوارت ديال الطوموبيل. قول لي الصوارت ديال الطوموبيل، قول لي الصباح. على أنت فين غادي بالسلامة؟ ما تشوفيني شواج غنمشي لاصال تريني. غتمشي لاصال تريني؟ ما عمرك قلتي لي كيفاش كتبدا بلونطريمون ديالك في لاصال، باش كتبدا؟
وانت اصلا اش فيك ما تنزل؟ انا ما باغيش ننزل، انا باغي نعمر. تعمر؟ كيفاش باغي تعمر؟ ها بغيتي تعمر حيت الرباط عامره؟ وي هذيك الله حنان، قلبي معايا على السوار، ترى الناس يتسناوني غنتعطل عليهم. الناس كيتسناوك؟ كيفاش الناس كيتسناوك؟ شي وحده كتسناك؟ اذا كتخني لا كتخني، قولي قولي كتخني. عمتي 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 تصوري حميد باغي سوارت باش يمشي تريني، باغي سوارت باغي سوارت باش يمشي تريني. واش بغيتي تمشي تريني؟ ما عندك ما تطيح، علاش غتمشي تريني؟ واش غتطلقوني من هاد البزاله ديالكم؟ عطيوني السوارت ديال الطوموبيل. هاك حبيبي السوارت، تعصبش عليا حبيبي. ما تبقايش تضحكي معايا الضحك. بصحة والراحة الله يرضي عليك. تريني مزيان. اي داكشي اللي خلاها العساس كملوا لي الحامد. مرحبا شللي شللي ركابي حمدي. صافي لقيت بلغان. غسلتي المحن؟ لا توا نوضي تغسلي معايا باش نحيدو الستريس اللي غسلنا غسلناه ولا طيحنا طيحنا نهرسو وكاع اش غنخسرو. فين قريتي هادشي؟ فرنسا. زيدي بداي انتي. والله الا بقات فيا ديك 200 درهم ديال داك الصقع العساس اللي خداها هنا واحلى ما بغاتش تسرطل. انتي مشكلتك غير 200 درهم، انا مشكلتي اللي يقولها الحامد. عندو ما يقول، انت ديما مرعوده وخايفه. نقولها ليه كاع؟ عرفتي فاش كنت تعصب خاصني عام نصرت. على سلامة. الله يسلمك، مساء الخير. مساء الخير. لحقتي ترينيتي؟ انا خفتك غير تجيك شي خدمه وما ترينيش مزيان. لا حبيبه ما عنديش الخدمه اليوم. عرفتي شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ عطيت الكارديان اللي حدا لاصال باش يغسل لي الطوموبيل ويلقى هادشي. يا لطيف يا لطيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتخافش. لا حول ولا قوه الا بالله. وعرفتي شنو؟ لا بالعمى. يمكن لا ديال واحد الكليان جا عندنا الخدمه وصلتو للمطار، يمكن يكون هذا الشيء طاح له في الطوموبيل. 100% مالو غيكون ديالي انا؟ 100% ديال شي حد اخر. غادي ناخذ الادريسه ديالو من الشركه ونصيفطها له. لا 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 بغيت نقول لك زعما اعطيني انت لادريسه انا نصيفطو ليه بلا ما تكرفص حبيبي وتضرب تماره وانت خدام وعندك لونطخيمو وعندك اجتماعات مع غيتا. الله يرضي عليك حنان، غنمشي انا وياها نصيفطوه ونتمشاو شي شويه باش نحيدو الستريس. حاجه حاجه نمشي ندوش. بالصحه والراحه. رزقش غادي نعاود ندير به؟ واش نلوحو ولا ندير به شي بلان اخر؟ رزق وحمتي وحمتي واش يوم خرجنا من واحد البلان ديالك الخاوي عاود تاني تحصلني في بلان اخر؟ يا البلا سمعي لحمتك فاطمه ما غاديش تجي ديك اللفه اللي دايره به الطير من تحت يدك وانت تبقاي هله فمك بحال شي عيشه. سمعي لحمتك راه فاطمه ديال فرنسا هادي واجرك على الله تريني وما تخافيش. بسم الله توكل على الله ويسهل الامور. حبيب ديالي غادي بالسلامه.
عندي واحد الرونديفو مع واحد الكليان فرنساوي. حتى اليوم السبت عندك الخدمه. داكشي علاش ما غاديش يجي عندي للبيرو ونتلاقى معاه في القهوه ديال ميامي. دعي معايا عرفتي ويسني معايا الشركه ديالنا غتربح بزاف ديال الفلوس. غادي ندعي معاك ان شاء الله. انا وعمتي مع المديره ديالك تربح ان شاء الله. ايوا احنا ما غادي نخرجوا لا سبت لا حد، ما غنتعشاو ما غنتغداو. حبيبه ديالي عافاك صبري معايا غير هاد الايامات ومن بعد والله حتى نغديك ونعشيك ونساريك وداك الشيء اللي بغيتي نجيبو لك. كنت غنساها. لا يخطيك عليا. عرفتو جدي جاب الجده هذه في الدفوع وهي تقول لي جده مو كحل عيونه خاصها الغلاقة يا هادي تهلاو فيها عندك وتهرس. كلشي حنان ياك قالك غيمشي للقهوه خاصنا نتبعو نشوفو مع من جالس وبين من كيتلاقى. ما تبقايش كي البهله واقفه دايره حتى تجي شي واحد وتطير من يدك. سير تبدل عليك لبسي الحوايج اللي جبت لك. بلانات ديال عمتك فاطمه ديال فرنسا هادو ويلا. لالا حنان صباح الخير. واش عرفتيني؟ كيفاش عرفتيني؟ بغيت نقول لك صباح الخير. مش هاد الزينه هو اللي جا عندكم من فرنسا؟ وي سي موا. واش سماك الله؟ فاطين ديال فرنسا. مشرفين. وانا سعدون. سعدون هو وحداني. مشرفين. يلا عمتي. هاد عمتي غير اسم الدالة. اما انا فاطين. من هاد الجوج خارجين بحال هكا شنو وقع؟ انت مالك وانت سير مرارتك وقابل شغلك. واش ياك سعدون نيت اخبار راضي احسن من اخبارك من الاوطان. حنا الشركه ديالنا راه موجوده دابا في لو مارشي تقريبا 12 عام وعندها فروع في المغرب كاملين وتنحاولوا ما امكن نخدموا باش نفتحوا على لو مارشي افريكا. متأكدة نزلي حنان نزلي. شدة من الخلعة راه كيقولوا في فرنسا إلا فكرتي في الخلعة كتجيك الخلعة وركابي كيبداو يرجفوا. مرة أخرى ما تقوليش عمتي فاطي. الشركة ديالكم اللي تعاملت معنا غتكون هي رابحة وحتى حنا غنربحوا. أنا جبت لك دي ستاتيستيك باش نشرح لك. هنا هادو لي ستاتيستيك على دوزون. انت تتشوف هادي اون سوسيتي اللي تعاملت معنا وشوف لي ريزولتا. حميد هذا عمتي. حميد هذاك حميد عمتي حميد. قلت لك اخر مره نسمع عمتي سميتي فاطين. كتعزي عليا بنتي حنان. فكريني في المرحوم الوالد ديالك قبل ما يموت بنهار شد لي يدي وبقى كيبكي ويقول لي عارك بنتي حنان فاطين عندك تنسي بنتي يا فاطين. بابا قال لك فاطين؟ بابا قال لي يا فاطين. تعطيني واحد دقيقة. وي وي ناسي. على حدها ما لقاتش اللي ربيها غدا. ما تديش عليا
انا اللي مصطيه ودايره عقلي في عمتي ضربه هاد البيغيك. دير راسك ما شفتي ما سمعتي والو، ديها في خدمتك فهمتيني؟ الله يعاونك. شغلي المسطح راجل ماشي مرا. ويلي دوك السوالف كاملين راجل. وياها عمتي. قلت لك ما تعاوديش تقولي لي عمتي فاطي. دعيتك من الله يا عمتي طيحتي لي في الركاب. تعاودي تقولي هاد عمتي غنجمعك بنص. بشويه راه غتهرسيني قبل ما نوصل للدار. باغدون شفتي لي ستاتيستيك؟ شفتي بلا وقت. خفت. شلتي لي الركاب يا عمتي. لا خفتي يا ويلي. شوفي انا متاكده غير غادي يسلم هذاك خينا اللي جالس معاه في القهوه وغادي يمشي لديك الفعل اللي دايره به. انا دابا فيا جوج خصني ناكل وغادي نعس بكري وغادي نفكر لك في واحد البلان شاعل ومغيز. عمتي انا متاكده من هاد الخطط ديالك ما غتنجحش. يلا يهديك رانا فاطين ديال فرنسا واجرك على الله. حتى تني انت معاك الله انا غنمشي نفكر في البلان. خليت لك الراحه. على السلامه. السلام عليكم. سي حميد. سي حميد على سلامه الانسه اللي عندكم. اش من انسه؟ الضيفه اللي عندكم. فاطمه هادي عندك واعرة. ناري شحال كيبغيها مسكين. شوف شوف فيها. سعدات نفكر في البلاصة يعافك الحنان. ناري سعداتها عمتي سعداتها. لا ما تقول ليش يخليها. ناري كون كان كيبغيني حتى انا حميد بحال هكا. يلا اجتمعوا بسرعة. تعالوا وقفوا حوالين الطاولة. ما قررت لي من سد هو راجل كذا مجنون عن جد. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامة. الله يسلمك حميد. ما تقوليش تعشيت على برا. لا كليت غير شي حاجة قليلة حبيبة. أنا غنمشي نبدل حويجي على ما تسخني العشاء. عليا باليمين حنان وباش كيحلفوا سبعه رجال حتى يكون كان مع غيتا. عليا انا غيديرها وحطي هادشي براسك. ربي الا ما تنوضي تسولي الا قال لك شي حاجه خفيفه غتوقفي على هضرتي. نوضي انت شاده الافلام التركيه تاعك. شنو بغيتيني نوجد لك العشاء الحبيب ديالي؟ غير شي حاجه خفيفه. ساندرا اشنو قالك؟ داكشي اللي قلتي هو اللي قال لي صوها شي حاجه خفيفه. كان فاطين ديال فرنسا معايا زعما واخا عليك عميمي هاكي تلقاي الجهد. شفتي ها بنتي بلان الوعر هو اللي جاي. صباح الخير وجه الخير. صباح الخير والربح. حجاب الله عليك. كاين ما نقضيو. كنتسنى غير لالا حنان خاصها بعد سويعات تلبس جلابتها. ايوا العيالات هما هادو. مزينه هاد الضحيكه عندك. انا اللي يشوفك ما يضحكش. ولكن ما عليكش عطيتيني واحد الفكره لواحد البلان. اما هو واش عندي هاد الفقير مزيان؟ كنت كنموتش البابا. سولت الناس عليه في التليفون فرنسا قال لي عادي ليا فاطين وما تخافيش. كيفي ساكن دابا؟ هاد السنيطه قطعت حتى هي بهاد الشيء. شنو قلتي؟
سي رجع. انا قلت لك ديري 100 وزيد فكيت مع عرفتي سيدي. هنا سي الفقي سيدي وسيدكم رسول الله. شاد الشي اللي حداكم عمركم ما شفتو. هادي تقنية جديدة طلبوا تسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسليم تسليم سي الفقي سمعتك راني مشغول ما قال المكان وما قال الأورديناتور. ما عندي روح مع الإنس وروح مع الجن اللي دايرين بيا ودايرين بيكم. عمتي سمعتي قال دايرين بينا؟ عنديش تقولي عمتي وشنو اللي عنده طري فينا ما تخافيش. سكتوا 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 الجواد باغي يهضر معايا. سكتوا ماشي. سمعتي عمتي قالوا يتكلم معاهم ويتكلم تبع نسكتي راه مترسان يا صاحبي شو دار ما واش راك مار دمهاري 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 سي الفقي شوف احنا جايين على ود حميد راجل حنان بنت خويا ياهدي. انا عارف علاش جيتو. جيتو على داكشي اللي مخليكم بلا ناس ومكحل لكم الايام قال لي كحل على شي واحد. حمي حنا قاصدينك وقتي الجواد كيرحبوا بكم وحاشتكم مقضيه. قلتك حنا قاصدينك والمقصود الله. ما تقوليش علاش قاصداني الجواد هما اللي عارفين. نادي نشوف بلاتي ألطيف 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 يا لطيف الفقيه ياك لاباس. حميد هو مالو ما تقوليش تايا في القصاير ها وبلاتي نشوف الجواد اش غادي يقولوا ليا. حميد راجل حنان عطي القصير جاوبوني بسرعه من فضلكم. مندرا قالوا لك شي حاجه عليها السي الفقي واش حتى هما عندهم في فيسبوك؟ سكتي ما تقيب ديما على لسانك بزاف. سكتي شنو كاين السي الفقي؟ هما ما عندهمش فيسبوك بحالنا عندهم فيسموك لانهم كيبغيو يمام اكثر من باباهم. الجواد صيفطوا لي ميساج بلاتي بلاتي نقرا شنو قالوا. كيقولوا لك لا لا تي باقيه باغيه وغرضك غادي تقطع غادي نسبب ليك باش هاد السي حميد يجي عندك راك رجلي. لا لا ما بغيتوش راك انا بغيت واقف عادي. الجواب عارفينو مولين الشي غادي نرجع السي حميد با
بحال شي خاتم صبعك. السلف قولي زيد يزيد يوقف ويوقف، غتحكمي عليه كيف بغيتي. السي الفقيه، انا ما بغيتش نتحكم فيه وما بغيتوش تحكم فيا، انا بغيت يرجع لي حميد بحال اللي كان شحال هادي. صافي سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سليم 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 سليم. غادي نكتب لك واحد العشاب وغادي نعطيه لموالي الوقت وموالي المكان باش يحضروا به العرس ديال الحفيد الصغير ديال شماروش. الحفيد الصغير اللي ما تزوج على 5000 عام سحرات له جارته، ولكن عمل شي واحد تعويده وتقدر الغرض. الله يكمل عليها بالخير مسكين. والله الا لا فرحت ليه. انت الحاجة طلع هذوك الفلوس اللي عندك، هاي ديالك وسخ الدنيا، هاي ديالك وسخ الدنيا. قبل ما تحس بسي الفقيه، هل انت ما عارفش الناس ديال فرنسا ما كيهزوش الفلوس؟ وهاد واخا مشاشعين وصفرين راه حاجه لوخ ماشي ذهب. وانا ما عندي مشكل. لا ماري لا ماري صدقي صدقي يا ولد زكسرنا لا لا تتولي. كتبتي عليا الجواد قالوها باقي عندك وسخ الدنيا. الا دخل الحمام بحال خرجوا. يلا الحاج نري لك المكان. والله السي الفقيه عام سلف فهمني كنت شي من فرنسا وراه جالوك ماشي دهف. طلبت لي حنان. حنان البلانات ديالك فين وصلونا؟ خرجونا في حيط صافي؟ اوسعي خاطر حنان انت عندي واحد البلان الجنزرك ما غطيهش عليه. ما تجبد ليش الجنون، راه دابا يكون تابعنا ويسمعنا. ما تخافيش عندي لك واحد البلان غيخلي لك حميميت خويتم في صباحك، وإلا بغيتي حتى دمليج غيولي دمليج. ما بغيتش يكون خاتم في صباحي، ما بغيتوش. انا بغيت يولي غير حميد بحال اللي كان شحال هادي. عمتي فاطين ديال فرنسا ولا غنقطع لك داك اللسان. وتصمتي ديريني والله ما تخافي بنت خويا. هلا باين على حريفه عمتي هذا. لا بي هذاك اولي درك 80000 ريال وكان مازال باغي يجري سنانه، ولكن معاه منطاح فاطين ديال فرنسا وبارك على الله. حميد اش كدير دابا هنا؟
عندك الحق، ما عندي ما ندير هنا، ماشي هي هذه داري اللي سنعرف. حميد اش غندير؟ غادي نلبس سيرفيت باش ندير لا مارش بعيد ستريس. نهار جيت الرباط وانا مضارب مع الوقت، الخدمه كثيره ودايرين بيا شي شلهبيه ما مخلينيش نخدم على خاطري، تيحسدوني وحاقدين عليا وتيديروا لي العصاف الرويضه في اي حاجه باغي نديرها. ما عمرك ما سولتي راسك علاش ما بقيتش نجي نشكي عليك؟ علاش ما بقيتش نعاود لك؟ علاش ما بقيتش نطرق معاك الحلوه والمره؟ تبدلتي حنان وليتي مرا واحده اخرى، ماشي هذيك اللي بغيتو. فين هو السدر الحنين؟ فين هي المرة اللي بغيت؟ حتى بالنسبة للحجاب لا تيقتي بلي أنا ما فهمتش، تتعرفي إيش راجلك. تبدلتي من نهار جات عمتك وليتي مرة واحدة أخرى، وليتي تبعها في داكشي كاع اللي تتقول لك. خرجات عليك وخرجات علينا، تنقول هذه غلطه وتفوت، دابا ترجع لعقلها. حياتنا غادي وتتكرفس. صباحي على خير. عافاك خليني بوحدي، عندي شي خدمة خاصني نساليها. شي معمول انت ولا هو باينه طاحت على شفقي، ضربته ما كتنوضش الغبره، ولكن ولا عليك تعولي عليا انا فاطمه ديال فرنسا. عمتي بغيت نبقى بوحدي، عندي ليه واحد البلان هاد الاخراني مفرشخ. عمتي عافاك بغيت نبقى بوحدي زعما بلا بلان. صباح الخير عمتي. صباح الخير والربح، شاد الزاز. عرفتي بغيت نصاوب له الفطور مسكين حيت عنده الخدمه وخصو يمشي واكل مزيان، وبغيت نقول له بسلامه وابتسامه. هاد الفعه باينه اللي دايره براجلك، دارت لك شي طلامس باش اللي قالها لك حميميد تقولي ليه واخا. ما سميتوش حميميد، سميتو حميد، وانا هاد الهضره طلعت لي فراسي. صافي بركه عمتي اويلي. سيدي حميد صباح الخير والربح. صباح الخير. صباح الخير حميد.
صباح الخير. زيد عرفتي من الصباح وانا كنجبد ليها في ودنيها الحنان، كنقول ليها ما يمكنش هذا راجلك خاصك تصاوبي ليه فطور بحقه وطريقه، كيمشي يخدم مسكين وفاش يمشي لخدمته قولي ليه بسلامه ابتسامه. جلسي حنان تفطر. كبي لي القهوه تاعي وكاس العصير. عرفتي فرنسا ديما كيقول لك ضروري الفطور الواحد يفطر مزيان، البيض مزيان خاصك تشرب اتاي الصباح، ماشي قهوه حلاو ولا حليب ثقيل على المعدة، اتاي سي تخبو خبيز زع زويته د العود زويت نعام بين بحال بحال الفطور قول عرفتي انا ما ندقع النهار طبلا حتى نشبع. السلام عليكم. السلام سي حميد. سي حميد صباح الخير. صباح الخير كدير انت لاباس؟ انا مزيان انا مزيان. كاين شي ما نقضيو؟ اي راه عندي باغي نتزوج. الله يكمل بالخير. لا سي حميد دابا قلت زعما كاين باش نكمل الدين ديالي. انا انت تبارك الله باقي ما كملتيش دينك، شنو ناقص فيه؟ لا قلت زعما كاين انا نتزوج حيت انا اصلا في الاصل كنت باغي نمشي للخارج، ولكن دابا ملي جات فرنسا قلنا نقضيو في فرنسا حتى ندوز للخارج ديك الساعه. سي سعدون فرنسا راه هي الخارج. هي فرنسا خارج حدا امريكا علي من عارف هذا الشيء. سي حميد هذا الشيء ماشي مشكل. الله يرحم الوالدين. دابا انا مزروب قول لي انا شنو مطلوب مني. اي دابا دابا غير وي مدام غيتا انا جاي في الطريق. لا لا ما غاديش نتعطل دابا انا عندك. شنو سي سعدون دابا ديك السيده اللي عندكم فاطمة؟ السلام عليكم سي حميد. سعدون ياك لاباس شنو واقع؟ ما غاديش تعرفي في الرجال بحالي والله ما تكوني لالا ومولاتي يا هاد خيتي اللي كضربي حتى طيروا من يدك. صافي عمتي بلاناتك كلهم خاويين. حنان هاد البلان والله تعامر. هانتي ها سمعيني ما غتندميش، انا بغيت القلب ديال حميد يشعل بالعافيه من جهتك. انا ما بغيتش لالا ما بغيتش صافي. هانتي ملي يدخل حميد للدار غادي يجي راجل ويخطبك من عنده. كيفاش؟ لا لا انا هادي بغيت نستوعبها مزيان. بغيتي راجل يخطبني من عند راجلي باش الكنز اللي عند حميد اللي هو انتي يعرف بقيمته. والراجل كاين كيتسناني غير نقول ليه مرحبا. اش قلتي بلانات ديال فاطين ديال فرنسا؟ سعدون صباح الخير على لالا فاطمة. كيف الاحوال؟ كتسوليني على احوالي؟ واش غادي نقول لك؟ عايش بوحدي وحداني كنموت وصافي. انت باينه فيك باغي تزوج. والله الا باغي باش عرفتيها؟ باينه من عوينتك الجنين. جنين؟ خرج من فمك بحال العسل. وعندي لك عروسه. حتى انا راني واجد. وقف على القرص ولكن بشرط. انت ما تشرطيش، انت تأمري اللي تقوليها راني معك. بغيت من مول ليفاليياسيون اللي درت وهاد لو بروجي وريته لو كليون وراه سنيت معاه على عامين ولا عجبته الخدمه غيسني معنا من بعد. بغيتكم تشوفوا لي كليون اللي جاب حميد للشركه، فريمون شي حاجه كبيره وغتزيد بالشركه للقدام. خاصكم تشوفوا الخدمه اللي كيدير وتتعلموا منه وديروا في حاله. ميرسي بوكو حميد.
عاوني. واش هاد الهضره اللي كتقول لي بصح عمتي؟ سعدون واقف على الزواج، قال لي خاصني عروسه. قلت له العروسه موجوده. قال لي حتى انا موجود، وكاع ما عرفش شكون هي العروسه بعدا. واش باغا تحمقيني عمتي؟ والسيد من النهار اللي جينا سكننا في هاد العماره وهو عارفني انا المراه ديال الراجل وباغي تقول لي يخطبني. ما تخافيش وبلا ما تعصبي، غايجي سعدون غنخليه في الصالون مع البوكيت فلور ديالو وغنفرز حميد في البيت. غنقول ليه الا انت حط عينك على غيتا كاين الراجل اللي حط عيني على بنت خويا حنان. ويلي عمتي، لا انت باغا تخرجي عليا، انت باغا تخرجي عليا. مالك مخلوعه؟ راه سعدون ما غيدي ما غيجيب البلانات ديال فاطين ديال فرنسا. هاكي هاكي حنان بنت خويا، والله الا سادي كومبريس. دابا هاد لي ستاتيستيك اللي درتو لو بروجي اللي وجدت سي محسن، راه تقدر ديرها لا خدمتي على لا استراتيجي ديال الشركه وراه بارطاجيتو معكم بار ايميل باش تعرفوني كيفاش خدمت وكيفاش نوجد هاد الشيء. حميد درني راسي لك ممكن نمشيو نشربو شي قهوه. نشربوا شي قهوة. نسيت البيسي ديالي، سمحوا لي غير نسيت البيسي ديالي. سي هشام راه حتى انت تقدر تصاوب هاد الخدمه، راه سهله. انا غنشرب قهوه كحله وغن الله يعاونكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حميد، سي حميد عافاك ما تنساش داكشي اللي طلبت منك. ياك على ود فاطمة ما تخافش، ما غنمشي حتى نزوجها لك، غنوقف معاك راجل. غنوقف معاك راجل. كدوزتي نهارك؟ تمام وصافي. يلا تفرج معايا واحد فيلم رومانسي. والله حبيبه ما فيا ما نتفرج، ما فيا ما ناكل، عندي واحد الخدمه ضروريه خصني نوجدها الغدا. كما العاده عندك خدمه، عندك غيتا، عندك واحد غليظ كيكون معاها، واحد رقيق. وي هذيك الله حنان، هذيك الله ما حيتي الخدمه، ما حيتي ليك تمشي مهدود وتكملي عليا. حميد عمرك ما غوتي عليا. انا غوت عليك. سلام. لاله فاطمه، عندك كاين شي اخبار؟ ها اخبار؟ على السي حميد؟ لا 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 ما كاين والو، كيدخل بوحدو للشركه وكيخرج بوحدو. متاكد؟ متاكد. حميد غادي يطيح يطيح، انا عشان ما عنده شي حد.
لا 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 ما كاين والو، السي حميد الله يعمرها دار ولد الناس. واخا سيدي شد. شنو هادي؟ باش تسخر ليا. اه جيب لي كيلو ديال القرقع واقفه، وكيلو ديال اللوز ما زايداش حبه. شد وراني قد بشغلي. مساعدون؟ متأكد؟ عليا باليمين ما نشدهم، راني راجل. هو جيب لي جوج كيلو ديال القرقع. جوج؟ جوج وجوج كيلو ديال اللوز، ولكن يكون بلدي. جوج وبلدي؟ كيلو ديال التمر، عرفتي داك المعجون مهبر ديال 300 درهم. نجيبوه الله يحد لباس. خليتلك الراحة. ما تنساش بلدي. هاد الساعة أنا اللي طلعت بلدي. الله. الله. والله تعيت. ولكن فرحانة. تحتحن أنا بنتي على شي بياس والله ما تلقيه في فرنسا. حتى إلا حطيت الحطة دابا تجي معايا فاطمة ديال فرنسا. تي ضحكي حتى حاجه مبقات تفرحك في هاد الدار. انا غنمشي نقيس ونشي. انا كون ساعدتينا باسطوب واش ديتي بلاصتي هنايا في العماره؟ الناس هنايا الله يعمرها دار احسن لك من ديك تاع الساس. لا صاحب قول لي يا سعدون، انت دابا صافي غادي لفرنسا، ما بقيتيش غادي للخارج. ودي جات فرنسا حتى لعندي غا حشمت وصافي. نقضي بفرنسا حتى ندوز ديك الساعات للخارج. القضيه دابا مسوقره عندك. شوف ليا مع خطيبتك، تشوف ليا شي صاحبتها تزوج بها. قلت ليها. وشنو قالت لك؟ قالت لي والو، ما كتعرف حتى شي وحده باغا تزوج. وحييت معاها. عجبني دوك الطلاب طلاب، باغا شي دوره زوينه تكون بالصقل والصفر والخضر مشعشعه. غادي يدخل يقول لي تبارك الله عليك فاطمه، الصالون ديالك مطرطق. ندوزو للمدينه ناخذ شويه الصابون البلدي والخراقي والغاسول. يا ويلي علينا ناخذ حجر وناخذ مسقي، الا عندي انا الصداع والشمش اللي كاينه في البلاد. مشيت حتى تما وناخذ الصابون البلدي على مزويناتك. و20 درهم هنا تعمر لي قفه، ما خصني 20 ولا 30 يورو. سطيتي؟ لا لا الحمد لله، خاصني عاشي تحم حيمة فعلا ساكا. يقول مشي شختي لذلك ديال بايصات ديال الفوق، وخاصني الجلدة ونتمحط في الأرض عاشي تكسي لها يادك. واله لي خطي البليدة وصافي. والله لا كان مشي كان خنط خاش نجي الخيرات الخميرات نقيل نصرت أبجوج دريال. انت اكبر حساد على وجه الارض. ايه انا اكبر حساد. ما كتبغيش الخير لبنادم. والو ما كنبغيش الخير. حيت انت الله يخليها دار. اسيدي انا الله يخليها دار، ضرك عليها زلافتك هاد الساعه يلاه رول. ونزيدك حاجه اخرى، ما عمرك غتمشي للخارج، حدك فرنسا.
لكش داكشي اللي كان حماق عليه، صفرين وفيهم سقلي، ولكن غيتعطل عليا. قالك مازال 15 يوم اخرى. لا لا ويلي فرنسا داكشي كيجيبوه في الوقت، ما نقولكش. اي وتنجي عندك ونشوفك يالله. بقيتي معقوده مع داك السداري وحزمه داك الراس، داكشي اللي بغات ديك النفعه اللي دايره بحميد، انتي تبقاي مربوطه تما، هي دير به ما بغات. ولكن بالله عليك احميميت، غير غادي تدخل للدار غادي تلقاني موجده لك واحد البلان خطير. حميد بغيتك. بزاف عيق لينا هاد حميد بزاف، هادشي راه انسيبورتابل بزاف. ولكن غير حميد 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 هو اللي خدام، حنا ما خدامش. اي فوالا ها الخدمه اللي بغيت. فوالا سي سا الخدمه ديال حميد. حميد الله يخليك علمهم يخدموا. حميد الله يخليك دارني راسي، يلا معايا نشرب شي قهيوه. حميد يلا معايا للبيرو. والله ما انا نسيت. ولادي نتامو وباهم مات وحق الله. Pa zuzuzu zuzuzu mi pa zuzuzu zuzuzu miam miam miam. صراحه لاصقه ولكن راك عيقتي اخويا. عيقتي عيقتي انا محسن ما كيتريدش ديما مزروب. غمضتي عينك وبقيتي غير غادي غادي غادي. تخرج علينا كاملين دابا. ما كيختارش اللحظه المناسبه باش كيدوي. دابا خصنا دابا سي حميد. بغينا غير نسولوك وبغينا نتهضروا صراحه. الله يرحم لك الوالدين سي حميد. الله يرحم الوالدين. واش لاله غير تاخذت مني شي موقف؟ دير راسك في بلاصتو ولا في بلاصتنا دابا حنايا وانت شوف دير شوف شنو دير سي حميد شوف شنو دير. الله يرحم ابوي. على السلامة سي حميد. على السلامة. الله يسلمك. كي داير بخير كلشي مزيان؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إلا سمحتي لي سي حميد الله يرحم لك الوالدين بغيت ندوي معاك. لاباس. لا والو غير ياك أنا سي حميد من نهار سكنتي هنايا في العمارة مهلي لك في الطوموبيل ديالك. لا 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 صافي ولا لا لا حاشا حاشا سي حميد. لا 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 ماشي داكشي وما كنحملش نمد يدي. بارك الله فيك. إلا سمحتي عافاك بغيت غير نستشر معاك. بغيت نقول لك طلقني راني مجروح. بغيت نقول لك غير هذاك العيان ديال سعدون باغي يخطب هذيك السيده اللي جات عندكم من فرنسا.
وبغيت نوصيك، راه بان ليا بحال هربان من الدوار، بحال داير شي فضيحه وجا مخبي هنايا. باش عرفتيها انت؟ باينه 20 عام ما مشاش للبلاد. واخا دابا شنو خصني ندير انا؟ والو سي حميد، غير بغيت نقول لك انا راه ما حاسدهمش، الا السيده قبلت سعدون الله يكمل عليهم بالخير، ما عنديش انا المشكل، غير بغيت نوصيك سي حميد تسولها الا كانت شي صاحبتها فرنسا باغا تزوج انا موجود. دابا انت باغي شي صاحبتها من فرنسا؟ ايه الله يجازيك بخير. الله يرحم الوالدين. كمل بالخير. كيفاش؟ انا ما عندي حتى مشكل، قضيه باينه، راجل ومراه بغاو يتزوجوا، انا ما عندي حتى شي مشكل في هذه القضيه، غير يبعدوا عليهم عباد الله. اويلي السي حميد اش كتقول؟ والسيد جا خطبك من عندي، شنو غنقول له؟ سعدون خطبني منك انت؟ اه انا قلت له خليني حتى نتشاور معاه. كيفاش؟ خرج حيت العروسة ما كتسفيش براجل غريب واقف عليها وهي مازال ما طيحت العقد. على انت شكون اللي كان تيصحاب لك غادي يتزوج؟ كان يسحب لي انا، غير هو درت فراسي بحالي ماشي انا وصافي، واللي درتيها السي حميد انا قابلة عليها. الله يكمل بالخير. سير عفاك ما تخليش يتعطل بوحديتو، وحده غتزوج جمعي هادشي. سير السي حميد ما تخليش يتسنى عفاك. يا فرحي يا سعدي، فاطين ديال فرنسا غتبرز وغتولع عروسه. يا فرحي يا سعدي، شي تغريسه فاطين الله يعطيك الرضا. انا دابا حنان ياك لاباس دارك راسك. حميد انا بغيت نقول لك اخويا واحد الحاجه، شوف ديك البلانات ديال عمتي انا ما عندي حتى شي دخله فيهم، وحتى هادشي اللي غادي يوقع دابا انا ما عندي حتى شي شغل فيه. وحتى انا ماشي شغلي، اللي بغى يتزوج يتزوج. كيفاش؟ السيد باغي يتزوج الله يكمل عليه بالخير. دابا انت ما عندكش مشكل السيد جاي يخطب انت عادي؟ علاش ما بغيتيش يكون عادي؟ اويلي واش هادشي كتقولو نورمال؟ واش انت ما حسيتي بوالو؟ عادي ما جاتكش الغيره؟ وعلاش غنحس بالغيره؟ غنغير انا من سعدون. بينت على وجهك الحقيقه، لقيتيها سبه باش مشي تعيش مع غيتا وتسمح فيا. دابا اش دخل غيتا لهاد الهضره؟ شوف انت اش كتقول، شوف انت اخويا، قول لي بعدك اش فيها احسن مني؟ واش فيها احسن مني هي؟ واش هي اللي صابره لك على هبالك؟ واش هي اللي كتصبر لك على شخيرك في الليل وانا سده ودنيه؟ شكون اللي كيصب لك حوايجك والريحه فيهم؟ وعاد زيدها عافاك حنان، زول الجلده للدجاج ما كتعجبنيش. عمرك سولتيني واش انا كتعجبني الجلده للدجاج ولا لا؟ عافاك حنان، ما كتعجبنيش القرعه في سكسو. واش عمرك سولتيني انا واش كتعجبني ولا لا؟ اخويا من ناقص من هاد البطاطا هادي اللي جالسه الليل كامل وانا كنغوت عليك ونبكي عليك، كون درتها الطاجين وبردتيها جنوني. عتقي عتقي، صايبي معايا شعري، جاو فيا الخطاب حنان، خليتي سعدون بوحديتو في الصالون، بغيتيه يهرب. يلا عافاك ما تعطليش عليا، قولوا لي كي غنجيكم عروسه فين ياك؟ نمشي نوجد راسي، ما تعطيش عليا انا دابا وكافيك.
انا ما عنديش مع الدجاج بالجلوده، سمعت في الراديو ماشي صحي، حتى القرعه ما كتعجبنيش في السكسو، حتى هي واقيلا ماشي صحيه. واش خيرك والله القسم الا كيجيني بحال شي موسيقى ملي كنكون كنحس كيجيب لي النعاس، ريحتك في الحوايج ماشي شي ريحه عزيزة عليا، الريحة ديالك حتى انت عزيزة عليا والله القسم الا عزيزة عليا. ولكن كنت شد راسي بالخيار. حبيبة عافاك وعديني عمر شي واحد ما يدخل ما بيناتنا. كان وعدك يا حبيبي، ما ندخل حتى واحد في حياتي.